وجهها لي كنت علم على قد ما بقدر كنت برد عليها. طبعا هو لما تيجي كام 34 مدرسه بيبقوا مجتمعين كل واحده بتمثل بلد، كل واحده بالتالي بتنقل الافكار بتاعتي لعيلتها ولزمايلها، فبالتالي الحزب كده ايه بينتشر. ثانيا في بعض العائلات كانت بتطلبني ان انا انزل لها، فكنت بالفعل بنزل اتكلم بجيب الملصقات بتاعتها بجيب الدعايه بتاعتها، ولو في طبعا بعض المشاكل كنت بتصل برأس القائمه كان بيساعدني في حل بعض المشاكل. اللي هو الايه الحاج مصطفى؟ لا الحاج نجاح سعيد. موجودة منتشرة فين؟ أنا شكل المطبوعات